أول شيء أنا سعيدة جدا بهاي الوجوه الطيبة والحلوة. أقول زهيري قصت شعرها الخلق بس مو مثل قصتك، وما شايفانا أبا طولك ولا قصتك. جن أنت ولا أنس؟ قل لي شنو قصتك. عجبني طيفك معاي بات عجبني، وكل ما أمر الدرب ألقاه عاجبني. هالنودة تدري أنت شنو هالفتني وبيك عاجبني، عاجبني كلك حلو من جذمك لقصتك. يا نودي تدرون ايش قد احبها صح؟ يا روحي هلا امي اخذي قهوتك. يلا عاش تيدك ونسلمين. هنوده اي لاف يو. اي لاف عندك الامو هنوده عجيبه شلون ما سموك ورده، ويا حالي حاله المجنون. ورده بحديقتنا نتمنى تصير ونشمك صباح وكل مسية. يا روحي صح لسانك صح بدنك. اي لاف يو. وايد كتبوا لي مرات متابعين ترى دورة وجهك مثل هنادي الكندري. قلت لهم انياني وجهها حلوه. هي قلبك جميله مو بس حلوه. عمري فدوى طولك. الله يخلي لك كتاكيتك الحلوين. يا عمري يخلي لك اجمل بنات بالدنيا حبيبي. ومحمد زين وياك؟ لا لا على حتى اشوف اوجه لك تحيه لو لا. محمد منورنا فدوى عينك دير بالك عليها. زين وفهد نوجه له تحيه لو لا؟ بالي عليه شلون؟ اي داير بالك. رد عليها رد عليها بقصيده. لا لحظه شوي يا جماعه الخير، شوفوا اكو معاناه عراقيه كويتيه. بالضبط. معناته مو بس انا اللي اعاني. تعالي تعالي مو بس انا اللي اعاني بموضوع النادي صح؟ تعالوا انتم النادي. يلا تفضلوا تفضلوا. يعني هذا مشكله كل زوجه زوجها يروح النادي. كل زوجه محبه وصادقه. صح صادقه. هاي بس مشكلتكم. صح هذه بس مشكلتكم. بس مشكله لان الرجال جاي يقول لي الطريق بس نص ساعه. ايوه أنا قلت الطريق معاهم مسدود. لأنه مستحيل. على فكرة ساعة ساعة ونص تنقال بس لفظياً. أها. بس. فعلياً. فعلياً خمس ساعات أربع ساعات. بالضبط. صح. يعني المفروض تستانسون. مئة ألف شغلة تطلع لكم. بنات. دخلوا علينا. منو مشكلتها نفس مشكلتنا؟ تعالوا هندور حل. سكر النادي. النادي أنا أخاف في يوم يتأخرون أكثر من خمس ساعات. نايمهم بالحديقة. لا لا حبيبتي عند باب النادي.